طبعا أشار بعض الأخوة، ما أدري، أظن عبد اللطيف أو مرزوق، أنه ما صحت بعض فضائل العمر. هذا صحيح، يعني كونها أنه هاجر جهرا اشتهرت، لكن عند التحقيق تجدها أضعف إسنادا من رواية أخرى أقوى إسنادا، بأنه اتفق مع عياش بن أبي ربيعة أن يلتقوا خارج مكة ليلا ويذهبوا. ففي الرواية المشهورة أنه من أراد أن تذكله أمه ويتم ولي فلقاني وراء هذا الولي، غير صحيح. ترى لم يكن عمر بهذه الشدة التي صورت بهذه، يعني ما أحب أقول بهذه الشجاعة، بهذه القوة التي صورت، هذه غير صحيحة. لم يقتل أحد، لا في بدر ولا أحد ولا الخندق ولا خيبر، بل انهزم يوم أحد. واضح في مسند الإمام أحمد، يقول: كأني أروى أنقص من صخرة إلى صخرة. ويوم خيبر انهزم وجلس يجبن أصحابه ويجبنونه، ويوم حنين ولا أيضا، يعني ولم يقتل، يعني يا أخي، عمار بن ياسر وبلال قتلوا أكثر منه. فهذه الشدة هي بالدرة وليس في الحروب، وليس في المواجهة. يعني المواجهة مثل ما نقول إذا في فراعة يعني يكون. ولذلك لما وجده سعد بن عبادة، يعني ما نبغى نطعن في نفس الشيء، ما نبغى نبالغ، بس لما وجده سعد بن عبادة وحده وقال: هيه يا سعد، فأقبل إليه سعد وقال: هيه يا عمر، وكلم عمر بكلام غليظ، ورقق عمر في العبارة: من كره جاره فليتحول عنه، كذا، وحاول يتكافى. فليس صحيح، يعني هو صحيح إذا في الصج العام في شدة: اقتلوا سعدا ودعني أضرب عنقه وكذا، فيه يعني. لكن ما نحب أن نبالغ بأنه يعني لا نهضمه حقه، كان شديدا فيما يرى أنه حق، كان كذا إلى آخره. لكن في نفس الوقت ليس بهذا ليس في فروسية الزبير وأبي دجانة، فضلا عن الإمام علي ولا حمزة، طبعا حمزة بعد الإمام علي تقريبا، الفروسية تعرف في الحروب. من حيث نوعية المقتولين كعمر بن ود ولا مرحب، ومن حيث وطلحة بن أبي طلحة، ومن حيث أيضا كثرتهم. فالفارس الذي يقتل كثرة ونوعيات، هذا يعني نعم، ويقدم ولا ينهزم في أي موطن من المواطن، هذا تستطيع تقول يعني نعم مكتمل الشجاعة والفروسية. واحد آخر يعني يثبت، ومرة يفر، ومرة يجبن أصحابه، مرة يجبنونه، مرة كذا، يعني في مقاييس، يعني ما نبغى نبالغ فيها أنه هاجر جهرا، بينما قومه ضعفاء، يعني بنو عدي، بينما النبي هاجر سرا، وحمزة هاجر سرا، يعني هذه طبعا متنا وإسنادا، هجرة عمر سرا هي الأصح متنا وإسنادا. أما اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين وكذا، يعني عندما تقرأه يعني هو حديث آحاد، يعني بعضهم حسنه بمجموع طرقه، والذين حسنوه بمجموع طرقه هو من التيار يعني الذي ما عنده تدقيق، عنده حسن ظن، يعني ما عنده قراءة للأثر السياسي في فضاء الخلفاء الذي ابتدعها معاوية في مراسيمها الأربعة، من أجل إثبات شرعيته هو بأنه أتى من هذه الطبقة، بأن هذه الطبقة ولته. وليس كما قلت، معاوية ليس محبا لأبي بكر وعمر وعثمان، حتى عثمان فيه تفصيل، يعني تمام، لم يكن محبا، لكن كان ذكيا وداهية، يستغل أنه ها ولوني أناس، يعني لو خالفهم النبي نزل الوحي بتأييدهم، إيش تبغى بعد؟ يعني روايات أنه لو نزل وحي لوافق عمر ضد النبي، يعني كبيرة هذه، غير صحيح. هذه المبالغات ينبغي أن تنتبهوا لها، وقد رويت وثبتت. وهنا لابد نقول أهمية قراءة الأثر السياسي، ولو فيه وقت فصلت في كل حديث من تلك الأحاديث، وكيف اختلط فيه، وكيف ومن واضعه، وكيف كذا، وكيف يخالف إلى آخره، وما هي المضادات له التي تضاد هذا. يعني نتوسط في الموضوع، يعني عمر من أواسط الصحابة، يعني ليس من الشجعان الكبار الأقوياء، وليس أيضا ممن وصفوا بالجبن كحسان بن ثابت، وسط، رجل وسط.
هذا يعني لا نظلمه ولا أيضا نغلو فيه.